صباح الخير. خلينا نعرف احوال الطقس والحاله الاخيره اللي عم نعيشها، يعني اليوم يوم برد يوم شوب، شو الوضع؟ هلا رح نرجع نقول صباح الخير من جديد لك للاخباريه السوريه لزميلتي. هلا بشكل عام بالنسبه للاحوال الجويه السائده والمتوقعه والحاله اللي عشناها من قبل الاسبوع الماضي، حاله الاستقرار التام والارتفاع الكبير بدرجات الحراره كانت حاله استثنائيه عشناها باول شهر نيسان مع بدايه فصل الربيع، وكنا ذاكرنا قبل باتصال هاتفي سابق مع الأخبارية السورية أنه في عنا استقرار جزئي بتحول إلى استقرار مطلق، وأجواء بتكون من أجواء ربيعية دافئة إلى حارة نسبيا بنهاية الأسبوع الماضي. هلأ الوضع رح يختلف تماما هيدا الأسبوع، بلشت الانخفاض بدرجات الحرارة من يوم الجمعة الماضي، من مبارح بلش الانخفاض بأغلب المناطق بمعدل درجة إلى درجتين، حرارات لسها أعلى من المعدل يعني، ولكن اليوم كمان في انخفاض آخر بدرجات الحرارة. الحرارة اليوم بتكون تقريبا حول معدلاتها او اعلى من معدلاتها في قليل مثل هذه الفتره من السنه. نحن عم نتاثر بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي عم يترافق بتيارات غربيه بطبقات الجو العليا. بشكل عام الاجواء اليوم عم تكون اجواء غائمه جزئيا، عم تتحول الى غائمه خلال ساعات بعد الظهر والمساء، لتصبح الفرصه مهيئه باذن الله تعالى لهطل زخات عشوائيه خفيفه من المطر في المناطق الشماليه الغربيه واجزاء من المنطقه الساحليه خلال ساعات المساء والليل. نهار بكرة رح يمتد الهطل إلى أجزاء من المنطقة الوسطى، وتكون الأجواء بشكل عام أجواء غائمة جزئيا، تزداد فرصة احتمالية الحدوث الهطول المطري. هيدا المنخفض بدنا نتأثر فيه وبده يضل مستمر معنا تقريبا حتى يوم الأربعاء بفعالية متباينة ومختلفة، يمكن توصيفه بأنه منخفض متوسط الشدة إلى ضعيف الشدة ببعض المناطق، بيؤدي إلى هطولات مطرية بالشمال الغربي بالجزيرة بالساحل بالمنطقة الوسطى، بالجنوب الشرقي تكون مختلفة الغزارة، تزداد غزارة هذه الهطولات المطرية أيام الزرية اللي راح تكون نهار الاثنين والثلاثاء بإذن الله تعالى، بتكون هطولات مطرية أفضل، بتكون مترافقة بالعواصف الرعدية وحبات البرد ببعض الأحيان، وتتصف بالغزارة بالشمال الغربي وبالجزيرة بأجزاء من المنطقة الساحلية. درجات الحرارة تستمر بالانخفاض خلال الأيام القادمة لحتى تكون بنهاية هذا الأسبوع درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى من معدلاتها بقليل في أغلب المناطق والمدن السورية، واستمرار فرصة الهطل المطري موجودة لنهار الأربعاء والخميس، ولكن بتخف فعاليتها ما بين منطقة وأخرى الثلاثاء والأربعاء. فرصة الهطول بتكون بإذن الله بمناطق متفرقة من البلاد، رغم أنه الفرصة موجودة ولكن عندنا ساعات انقشاعات، بتضل الأجواء غائمة جزئيا في انقشاعات ساعات تشمس خلال أيام عيد الفطر السعيد إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير. ممكن يكون نهار الثلاثاء أو الأربعاء ما بنعرف، رح يكون طقس العيد طقس ربيعي معتدل، في فرصة لهطول زخات من المطر مع ساعات انقشاع لزخات المطر وتشمس خلال ساعات النهار. في فرق بدرجات الحرارة ما بين الليل والنهار، الانخفاض رح يكون خلال ساعات النهار وساعات الليل، ورح تكون الأجواء بشكل عام أجواء باردة إلى باردة نسبيا بالمرتفعات الجبلية. خلال هذه الفترة نحن دائما بنحذر من الانخفاض بدرجات الحرارة، وتحديدا نهاية هذا الأسبوع من تشكل السيول بسبب غزارة الهطل المطري بالمناطق الشمالية الغربية والساحلية والجزيرية. بشكل عام الرياح عم تكون غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة ببعض الأحيان. اليوم الهبات ممكن تتجاوز 60 كيلومتر بالساعة بالمناطق الجنوبية والساحلية والوسطى، والبحر خفيفة متوسط ارتفاع الموج. بشكل عام هيدا الأحوال الجوية وحالة الطقس المتوقعة خلال هيدا الأسبوع. حالة عدم استقرار بتبلش من اليوم بالليل، تستمر معها تقريبا حتى نهاية الأسبوع، ذروتها نهار الاثنين والثلاثاء تؤدي لهطولات مطرية بتبلش من الشمال الغربي والجزيرة والساحل، تمتد للوسطى وإلى مناطق متفرقة من البلاد. درجات الحرارة المتوقعة بدءا من العاصمة دمشق لليوم 25-12، القنيطرة 19-8، القلمون المرتفعات الجبلية 16-8، درعا 24-9، السويداء 20-9، المنطقة الوسطى 25-9، حماة 25-10، الحسكة منطقة الجزيرة 27-10، الساحل السوري اللاذقية وطرطوس 23-13، بالشمال حلب وإدلب 23-11، دير الزور رقة البوكمال المنطقة الشرقية 28-24، وأخيرا بالبادية السورية مدينة تدمر 26-12. إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير. وأنت بألف خير أستاذ حسان، وأنت بألف خير، شكرا لكل المعلومات اللي ذكرتها. مثل ما سمعنا حيكون طقسنا ربيعي بالعيد، وحيكون في مطر دائم، بنقول يا رب الله يبعث الخير وعلى سوريا الحبيبة.